قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الخيلاء ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله. فإما يحبه الله اختيال المسلم في الحرب وعند الصدقة، واختياله عند الصدقة ليس فخرا على الفقير، لا، وإنما المقصود كما هو تفسير الحديث أنه يعطي رجاء ثواب الله، رجاء ثواب الله عطاء كبيرا كحال من يعطي اختيالا وفخرا. وهذا مهم، هذا يدلنا على أهمية الشروحات والرجوع إلى العلماء السابقين. ولو أخذ الإنسان بظاهر الحديث قال يجوز الاختيال عند الصدقة، تكون صاحب خيلاء إذا تصدق، ليس مرادا ولا يمكن أن يكون مرادا. لما؟ لأن الشرع في النصوص الأخرى حذر من هذا، لأنه قد يكون من المن، بل من المن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.